لا طبعا نحمد ربنا ونشكره على النجاح اللي حققه مسلسل سلسلة الدم لحد دلوقتي. احنا لسه في الاسبوع الثالث وفي صدى طيب من المشاهدين للمسلسل، وان شاء الله يعني تعب كل الفنانين والعاملين في العمل يبقى ما يروحش كده هدر، يعني ان شاء الله يعمل صدى طيب. يعني احنا عملنا موسم جديد للدراما من غير رمضان، يعني كده احنا الحمد لله نقدر نجحنا ان احنا نعمل موسم جديد للدراما، لان في رمضان بيبقى الكمية المسلسلات كتيرة المعروضة على الشاشة، فالمشاهد بيبقى صعب ان هو يشوف هنا ويشوف هنا ويشوف هنا ويشوف هنا، لكن احنا قدرنا ان احنا يبقى في مسلسل متميز بنجوم محبوبة للمشاهد وموضوع حلو كاتبه الاستاذ مجدي صابر. طبعا بشكر كل النجوم العمل عبلة كامل ورياض الخولي وعلا غانم احمد سعيد وهادي، كل مجموعه كلها مع يعني حفظ الالقاب تعبوا قوي في المسلسل وبذلوا مجهود جامد، والحمد لله ان احنا وفقنا ان هو انا حاسس ان بمسلسل سلسله الدم بدا موسم جديد يبقى للدراما غير شهر رمضان. الله ده اللي احنا عايشينه دلوقتي، واعتقد احنا يعني من كان 2000 ومكتوب من 2010 الاستاذ مجدي صابر كاتبه، ما كانش يعرف بالاحداث اللي بتحصل الايام دي، لكن الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ينطبق على المسلسل. وكان في حلقه اللي هي الحلقه ال 12 الاستاذ جمال اسماعيل الله يرحمه كان بينادي ان احنا نوقف الدم والناس لازم تعيش ولازم الاجيال تعيش وتاخد حظها، وان اللي بيحصل ده غلط وحرام وحاجات زي كده. فانا اعتقد ان احنا والاسم كمان سلسال الدم، يعني السلسال مستمر 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 بلا انقطاع، فهو يعني هو منعكس على الواقع اللي الناس بتعيشه الايام دي. مسلسل طبعا اغلبه كان خارجي واغلبه في اماكن مفتوحه واغلبه كان في مجاميع كتيره، والاماكن المفتوحه دي في المناطق الريفيه بتاخد مننا مجهود جامد، نقل معدات وفنانين واقامات وكده. فطبعا مشاهد الجنازات ومشاهد الافراح ومشاهد المطاردات، وكان في يعني مشاهد كثيره كان صعبه 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 يعني جدا. يعني والله هي لسه يعني دلوقتي قدامنا الجزء الثاني من سلسله الدم، لا يعني بدأنا صورنا في بعض المشاهد ولسه هنكمل ان شاء الله بعد كده. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيبقى في اضافه جديده، طبعا نجوم جديده هتظهر في المسلسل بس لسه ما ظهرتش يعني، لكن هيظهر نجوم جديده في المسلسل ان شاء الله. المسلسل ده احنا كنا مستنيينه جدا انه يتعرض لان كلنا تعبنا فيه، وكان واضح جدا على الشاشه ان من الصغير للكبير بيمثل حلو قوي في المسلسل، فانا كنت مستنيه عرض المسلسل ده جدا. هو كان من 2011 والحمد لله يعني نزل في وقت مناسب، انا ما كنتش متوقعه ان هو يتشاف بس هو متشاف جدا، فانا مبسوطه الحمد لله. انا دور رشيده بنت مدام عبلة كامل المره الثانيه، لان قبل كده عملتها في قضيه نسب كنت طالعه برده بنتها، فكان ترشيح جه من مدام عبلة برده في المسلسل ده ان هي اختارتني اكون بنتها رشيده الشقيه الصغيره. بس الدور ما بيقفش عند كده، هي طبعا دي البدايه، بعدين بيبتدي بقى تحصل تطور للاحداث وبكبر بقى وببتدي بساعد مامتي، وفي يعني في احداث كتيره جدا يعني. اصعب مشهد كانت هي في مامتي في المحكمه وحكموا عليها وملناش غيرها وخلاص، وحكموا عليها بالحبس بالسجن. عايزه اقول لك انها اتوجعت من قلبي بجد، يعني عملنا بروفا باداء وعملنا تصوير باداء تاني، ومدام عبله جودت في الاداء. بص كان مشهد يعني فضلت بعدها قاعده متضايقه شويه حبه حلوين يعني. بص انا اول ما بدات في رمضان، وكنت متعوده ان عرض مسلسلاتي يبقى في رمضان. فاول مره يتعرض مسلسل كده في النص غير المنتقم عشان كان 120 فاحنا عارفين من الاول. كانت مفاجاه، بس عايزه اقول لك نسبه المشاهده عاليه جدا، الناس ما فيش زحمه يعني، فبتتفرج على المسلسل عادي جدا، وخد فرصته وخد حقه احسن ما كان هيتعرض في رمضان.